وانا بقول لحضرتك انا حضرت هنا كتير بس كنت تحت بتفرج. الحقيقة يعني الوجود على المسرح نفسه مسألة مختلفة تماما. ده حقيقي يا فندم، اه والمسرح الأوبرا من أجمل المسارح الموجودة ايوه في الشرق الأوسط، ومش عايز أقول في أفريقيا وآسيا، من المسارح المميزة جدا، ايوه المسارح اللي الناس كتيرة جدا جدا وفنانين كبار جدا حول العالم كله صحيح بيبقوا سعداء جدا لما بييجوا يشتغلوا عليه. مسرح مقاييسه جميلة، دخلته جميلة، مريح، مسرح أي فنان بيخش يقول لا المسرح ده جميل جدا، ده حقيقي ده يعني. شيء طبعا يساعدنا كلنا. وانا كمان برضو يعني عايز اقول انه حضرتك سمحت لنا، احنا موجودين دلوقتي في ديكورات ل يعني باليه عرض كسرت باليه البندق، كسرت البندق. عرض باليه كسرت اه البندق ده من اقدم برضك العروض اللي اتقدمت في دار الاوبرا المصريه كاميرا، قدمتها فرقه الباليه تقريبا في سنه 96. العرض ده عرض رائع، اخراج المرحوم الدكتور عبد المنعم كامل استاذنا كلنا. ايوه الدكتور عبد المنعم كامل عمل العرض دوت بشكل، انا شخصيا كتبت في رساله الدكتوراه بتاعتي كتبت فيه تحليل ونقد، لان انا شفت باليه كسرت البندق من عده فرق ومن كذا فرقه، وشفته من روسيا ومن فرنسا ومن انجلترا ومن امريكا، وحتى مره كنا مسافرين في تشيك وشفت العرض على المسرح كسرت البندق. هو عامله مش عشان هو الدكتور عبد المنعم كامل، لا هو عامله اجمل منهم كلهم، لان هو كان دارس الجمهور المصري وكان محب جدا للي هو بيعمله، محب جدا للباليه، وهو مخرج شاطر، أيوة. فعمله عمل الباليه متحرك اكتر حركة. يختلف من مخرج لآخر، طبعا طبعا بيختلف من مخرج مش لاخر، مجرد يعني نموذج بيتكرر على لا 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 المسرح. لا 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 لا، كل مخرج بيقدمه بالرؤية بتاعته. هو قدم الفصل الاولاني فصل متحرك جدا وفصل حركي كده وحيوي، الاطفال اللي بيلعبوا في الحفلة بتاعت عيد الميلاد مع الابهات، مع الساحر الموجود، مع تورتة اعياد الميلاد، مع الشقاوة بتاعت الولاد، مع الحاجات البسيطة اللي بتحصل، اللي الجمهور المصري بيبقى عارف ان دي بتحصل في الاحتفاليات بشكل ايوه عام وفي الاعياد بشكل عام. وبعد كده هو ابتدى يعمل الفصل الثاني، او نهاية الفصل الاولاني، الحلم اللي البنت حلمته بوجود الكسارة اللي هي العروسة اللي كسرت البندق اللي شكلها وحش، اللي اديها لها الساحر ايوه هدية ليها، شافت في الحلم بتاعها ان الفيران هجمت عليها، محدش انقذها غير العروسه اللي كسرت البندق دي وطلعت بقت ظابط، وهي حبته وانتصر على الفيران وخدها وراح فسحها في بلاد العالم، وداها بلاد الشوكولاته وبلاد يعني عمل الشاي، حدوتة جميلة. جدا ده جدا معنى جدا. كده انه يعني المخرج للعرض ممكن يتصرف داخله. هي القصه طبعا قصه عالميه، لكن التصرف جوه الاطار العام، يعني يعمل رقصات مثلا غير الرقصات، يحط افعال جوه او تصميم ما كانش محطوط قبل كده، هو محطوط قبل كده هو بس يغيره، يعمل فيه نوع من التطوير، نوع من الشكل اللي يناسب الفرقه ده، هي إضافات يعني. اضافات يعني بالظبط. ممكن نقول مثلا إن في ممكن يبقى في نموذج مصري لكسرت البندق. هو فعلا اللي عامله الدكتور عبد المنعم في الباليه دوت، واخد طبعا اجمل الحاجات اللي عملها ماريوس بيتيبا، وحط معاها اجمل الحاجات اللي هو كان حاببها هو وشايفها هو انها تبقى لايقه على الباليه دوت.